Kardash. Oh, força, força, ya Hakim, força, ya Hakim. الفنانسيش يوضع في المرمى منذ أول دقيقة وثاني دقيقة يفعل وصول الأطلس يصورنا الشيء التي اختارها المدرب البلجيكي فان غلندين بين مدى الكرة العرضية والمتبدية في اتجاه أشرف حكيمي يعمل الكنترول. شوف الضغط الذي يمارسه عناصر المنتخب المغربي مع بداية هذه المباراة والحكم الكونغولي جون جاك نغامبو يشير إلى وجود مرابط. هنا التمرير رائع نبيل ديرار العرضية فيرونارد كظاهر أيمن. هذه كرة من ديرار يرفع راسية بعد ذلك. الهدف الثاني كان قريب مشاهدينا الكرام عن طريق اللاعب يوسف النصيري المعروف بضرباته الرأسية. مشاهدينا الكرام شوف الإعادة مرة أخرى. الخروج كان خاطئ من حارس المرمى تشارل الأساسي ولكن نظرا للغيابات بينما يوسف النصيري يطرق يوسف هو يوسف النصيري لكن بعيدة تماما ينسى يوسف النصيري ولكن كرته بعيدة عن مرمى الحارس تشارلز. نعم تاني فرصة للاعب يوسف حكيمي على الجهة اليسرى ليلحق بالكرة. أشرف حكيمي يرفع في القائمة الأول. رتيم رابط يتقدم بهذه الكرة لمنير الدين يرفع في اتجاه الكروي مرابط ممتاز. مرابط على القائمة الثاني بهدف الاستلام عند أشرف حكيمي مراوغة ممتازة يا أشرف داخل منطقة يلابول. كثيرون على الأطراف نعم كثيرون على الأطراف. هنا لحي ولدي ينال هذا الشرف بينما انطلق من الجهة اليسرى يصعد ديرار. ماذا سيفعل؟ يحضر الإمرأة فرصة في الكرة العالية فيري يرفع هنا على القائمة الثانية يخرج ياسين فرصة الثاني هو الثاني غريب. حكيم يفضل العودة لأشرف التسديدة. تشارلز يرى الركنية مرة الكرة إمكانية للتسديد حكيم يجرب حطه تسديدة. فيصل فجر في السينما دائما الهجمة مغربية على القائمة الثاني وتشارلز في المتابعة. ماذا سيفعل زياش يرفع كرة هناك على الجهة اليسرى تطول على اختلفت الآن بينما الكرة العرضية المتابعة الكروي في مساحة ضيقة. ديرار يرفع فاينورد تلعب الكرة في الجهة اليمنى. هذه عرضية من ديرار والمتابعة بأن ياسين بونو وفي راحة تامة بينما دي فرصة بينما هناك كرة من بلندا يحطها بلندا لكن تطول بعد ذلك. ركلية من فيصل فجر في عرضية بنفس الكيفية يوسف النصيري كاد أن يسجل هذا بنفس الطريقة لسي وربما دياس. هذه تسديدة ولكن بعيدة تماما بعيدة عن مرمى تشارلز. يعني انا اعتبرها بادرة اعتبار النبيل خاض تجارب مع فريق لايس موناكو خطيرة. رفع الكرة اشرف حكيمي فرصة جول الثاني. يوسف النصيري سجل ثاني اهداف المنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام لم يكن ابدا في وضعية التسلل بعد التمرير والاسيست الرائع لاشرف حكيمي يفتح المجال ويعبد الطريق للاعب الكونغولي. تنهي الشوط الاول بتقدم منطقي مستحق للمنتخب المغربي بهدفين مقابل شيء. زياش سجل اولا ثم بعد ذلك يوسف النصيري سجل هدف الثاني. المغربي الحديث عن شباب المحمديه والوداد الرياضي والجيش الملكي وبقيه الانديه الاخرى اللي كانت ممثله في المنتخب المغربي حتى لا ننسى المغرب الرياضي الفاسي لوقتها كان واحد من اقوى الانديه المغربيه وقدم لنا مجموعه تحقق المطلوب. فرصه جول
بنفس الكيفية. نعم مرة أخرى دو تخصص يوسف أنصيري الضربات الرأسية الارتقاء هنا يغارط الدفاعات ويفاجئ الدفاع المراوي بيدي الكيفية طويلة بينما هنا انطلاقة من جانب منتخب المراوي خطيرة مرت سليمة هذه مرت سليمة أبرز تهديد لمنتخب المراوي مشاهدك مرابط ماذا سيفعل تعطيه من اللاعبين هذه راسية يوسف أنصيري مرة أخرى هذه لبسة الهداف التي افتقدناها لمدة طويلة لاعب ذو بنية جسمانية قوية وذو قامة في هذه المباراة تلعب الكرة بشكل ممتاز نبيل درار العافية بعيدة سيئة شي فيصل لفجر مرفوع على القائمة الثاني مرفوع على القائمة الثاني والراس عمل كاميرون بين منطقة ليوسف يتبنص الفرصة فرصة فرصة عموما سننتظر الاجتماعات القادمة وقرارات الكاف المجريات المباراة في صالحنا بإمكان أن نسجل هدف ثالث ورابع دوري الأول تمشي كرة ملاوية فرصة 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 لسيبون ديراري عليها ديراري عليها ديراري عليها لا يفضل مرابط ممتاز يا مرابط هناك على شيء من يحضر الكرة فرصة 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 كانت قائمة لهدف ثالث للمنتخب المغربي وضيع بلندا في الكرة الألمانية وفي الكرة الأوروبية خطأ راي مرفوعة نعم راي مرفوعة في هذه اللحظات وضعية التسلل في اللحظة الماضية حسن الحظ أن الحكم رفع أكبر صحيح أياكس نادي كبير ولكن نتمنى نشوف زياش خطيرة دائما الفرصة لازالت قائمة تقريبا في الزاوية 90 الكرة كان في طريق للزاوية 90 قبل أن يتدخل المدافع تقريس بلندا ترجع الكرة في وسط الميدان كريم الأحمدي سدد مرة جانبية لابتدى بعيدا هذه الكرة يا كريم يا الأحمدي وانتويرا يا قدم الكرة للأمام من الجهة اليسرى مرابط ماذا يفعل مرابط العرضية في أنصيري تجيب ملتقيك مرة أخرى